بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نراجع مع بعض الديزاين أوف بيزمنت وول. لو أنا عندي مبنى فيه بيزمنت بالمنظر دوت، إن أنا عندي 3 بيزمنت وكان فيه بيزمنت 3 مثلا بارتفاع 4 متر، بيزمنت 2 بارتفاع 4.5 متر، بيزمنت 1 بارتفاع 5 متر، والتلاتة بيزمنت طبعا تحت الأرض بالكامل، موجود فيه لبشة تحت هنا. عندي في المثال دوت الجاما للسويل بتساوي 1.8 طن على الكيوبيك متر. عندي الفريكشن أنجل بالنسبة للسويل بتساوي 30، والقيم ديت بيكون عتها لي التقرير التربة اللي عندي. عندي برضك هنا على افتراض ان انا عندي الووتر تيبل ارتفاعه لحد 4 متر، وعندي اللايف لود او السيرت شارج حوالين المبنى 1 طن على السكوير متر. طيب، في حد ممكن يسألني يقول لي الووتر تيبل ممكن يزيد عن الـ4 متر، وبالتالي لو انا صممت على ان الووتر تيبل لحد بيزمنت 3 وبعد كده هو زاد عن بيزمنت 3، فبالتالي ضغط المية زاد، فبالتالي قد يؤدي ان تصميمنا للحيط يكون unsafe. ولكن لما انت مثلا صممت على ان الووتر تيبل موجود عند 4 متر وانت خايف انه يزيد عن الارتفاع دوت، فانت بتكتبها في الريكومنديشن ان انت تم التصميم على ان ارتفاع الووتر تيبل لحد 4 متر من منسوب اللبشة، ولكن في حالة زيادة منسوب الووتر تيبل عن الـ4 متر لابد من عمل ديوترينج حوالين المبنى، وبالتالي عشان تخفيض منسوب المية، وبالتالي ما يزيدش لحد ازيد من الـ4 متر. طيب، في عندك سيستم تاني تقدر ان انت تقلل بيه منسوب المية، عادة بيتعمل في المباني الكبيرة، اللي هو البرفوريتد بايب. البرفوريتد بايب دوت عبارة عن بايبات بتكون مثقبة. البايبات دي بحطها عند الليفل اللي انا مش عايز المية تزيد عليه، فبالتالي لو جت المية انها تعلى عن الليفل دوت، البايب ده بيجمع المية الزيادة وبيصرفها لحد الصمبت او المنهول اللي انا محدد له ان هو يصرفها فيه. تمام، بعد كده نكمل ان عندي نتيجة ان ضغط التربة على الحيط ما بيكونش تأثير مباشر بنفس الأوزان، فبيكون عندي حاجة اسمها الكي أكتف. الكي أكتف ديت بتساوي 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي. طبعا زي ما قلنا الفاي ديت هي الفريكشن أنجل، وبتكون جاي عندي في تقرير التربة. طيب، انا عايز احول المثال دوت لستاتيكال سيستم بحيث ان انا اقدر منه، تمام، ان انا اقدر احله واطلع الستريننج اكشن اللي على الحيط وابدا اكمل بقيه التصميم الخاص بيا. فبالتالي بيكون عندي السيستم دوت بالشكل ده. عندي الرافت بتكون فيكسد، ارتفاع البيزمنت الاولاني 4 متر، وبالتالي معايا الهنج هنا مكان السلابة. بعد كده عند 4.5 عند الهنج التاني بعمل هنج تاني، عند 5 بعمل الهنج التالت. طيب ماشي، ابدأ انا كده اعتبر، يعني اعتبر ان انا عملت الاستاتيكال سيستم للحيط ده، وبالتالي عايز اترجم الاحمال ديت واحسبها للشكل اللي قدامنا ده. فانا عندي اول حاجة احسبها اللي هو اللايف لود او سيرت شارج اللي حوالين المبنى، اللي هو بيساوي 1 طن على المتر المربع، وهسميه اللي هو البي 1. ولكن اللايف لود دوت ما بيأثرش تأثير مباشر على الحيط، ولكن عشان كده انا هضربه في الكي اكتف، وبالتالي يبقى البي 1 بتساوي 1 في 0.33 يساوي اللي هو الكي اكتف بيساوي 0.33 طن على السكوير متر، وبالتالي انا حددت قيمة البي 1. طيب، بعد كده
أنا عايز أحدد الحمل الكبير عندي اللي هو الاير بريشر، وده أكبر حمل مؤثر عندي على الحيط. فبالتالي أنا هتيجي تبص عندي في المثال هنا، أنا قسمت الاير بريشر لمرحلتين، مرحلة فوق الووتر تيبل ومرحلة تحت الووتر تيبل. طب ليه؟ لأن لما باجي أحسب ضغط التربة فوق الووتر تيبل بستخدم الجاما للصويل اللي هي العادية، وبالتالي بيكون تحت ليه الساتوريتد، اللي تحت بتكون الجاما سبمرجد، تمام، بيكون عندي البي 3، فالجاما مختلفة ما بين الاتنين، وبالتالي الحمل بيختلف عن فوق الووتر تيبل عنه في تحت الووتر تيبل. طيب تمام، يبقى انا الحمل التربه، ضغط التربه على الحيط لحد منسوب الووتر تيبل هسميه بي 2، والحد الاخر التكمله بتاعته بيكون بي 3. فبالتالي تعالى نحسب البي 2 عندي بتساوي ايه. يبقى البي 2 بتساوي 1.8 مضروبه في 9.5، ال 1.8 دي طبعا الجامع بتاع السويد، مضروبه في 9.5 اللي هو الارتفاع دوت من فوق لتحت اللي هو ال 5 متر زائد ال 4.5 ده جاب لي 9.5، مضروبه في الكي اكتيف اللي هو 0.33، عشان قلنا برضو ان ضغط التربه دوت مش ضغط راسي ولكن ضغط افقي، فبيتضرب في الكي اكتيف، وبالتالي هيديني اللي هو 5.643 اللي هو طن على السكوير متر، وبالتالي انا حسبت البي 2. طيب تعالى نحسب البي 3، تمام. طب يبقى البي 3 لو انا جيت من عند البي 2 دوت ومشيت خط راسي كده مساوي للبي 2، وبالتالي يبقى البي 3 عبارة عن البي 2 زائد المثلث ده كمان. طيب المثلث ده قيمته ازاي، او هحسب قيمة البي 3 ديت ازاي؟ هيبقى البي 3 بتساوي البي 2 تمام زائد الجاما سبميرجد بتاع السويل مضروبة في الارتفاع نفسه اللي هو ده اللي هو الاربعة متر مضروبة في الكي اكتف، وبالتالي يبقى البي 3 هتساوي ايه، اللي هو البي 2 القيمه اللي احنا طلعناها هنا في الاول ال 5.643 زائد الجاما سبميرج اللي هي عباره عن الجاما للسويل اللي هو ال 1.8 ناقص الجاما للووتر اللي هو الواحد، وبالتالي القيمه ديت بتساوي 8 من 10 اللي بتكون هي الجاما سبميرج مضروبه في ال 4 متر مضروبه في ال 0.33 اللي هي الكي اكتيف، وبالتالي البي 3 هتساوي قيمتها ايه؟ 6.699 طن على السكوير متر. يبقى احنا حددنا البي 3 كمان. بعد كده نبدأ نحدد البي 4 اللي هو جاي من ايه؟ ان هو انا عندي كمان ووتر تيبل، وبالتالي عندي ضغط ميه على الحيط في الارتفاع دوت بس، تمام؟ فهسميه بي 4. طب احسب البي 4 ازاي؟ هنا بطريقه سهله وبسيطه جدا، اللي هو الجاما للووتر مضروبه في الاتش للووتر مضروبه في الكي اكتيف للووتر، وبالتالي يبقى الجاما للووتر بواحد مضروبه في ارتفاع الووتر اللي هو الاربعة متر مضروبه في الواحد اللي هو الكي اكتيف للووتر، وبالتالي المجموع دوت هيساوي ايه؟ 4 طن على السكوير متر، تمام؟ طيب انا حسبت الحيط، تعالى بطريقه سهله وبسيطه جدا ازاي، يا دوب يعني انا عملت الاستاتيكال سيستم وعرفت الاحمال اللي هتيجي عندي. المفترض ان انا بفتح برنامج الساب، تمام، وابدا ارسم له السيستم بتاعي دوت عشان يبدا يطلع لي الاستريننج اكشن وابدا اصمم الحيط بتاعي، تمام. فانا هختار فايل، هروح على نيو موديل واضغط على بلانك، اكنسل فيو من دول، احدد اليونت بتاعتي اللي هو التن متر او اليونت اللي انت عايز تشتغل بيها، تمام. هقول له ديفاين واقول له الماتيريال، اغير الماتيريال ديت واقول له موديفاي، واغير اسمها هنا اقول له سي ان اسمها كونكريت، تمام. عند الويت بير يونت فوليوم اقول له ده 2.5، تمام. عند المودولس اوف الاستيستي، المودولس اوف الاستيستي هيساوي ايه؟ بيساوي 4700 مضروبة في 100 مضروبة في افتح قوس
اللي هو اللي سبيسيفايد كونكريت كومبريسيف سترينث اللي هو الاف داش سي. فبالتالي لو كان عندي مقاومه الخرسانه مثلا اللي هستخدمها على الكيوب 40 ام بي اي، فبالتالي على السلندر بتساوي 0.8 مضروبه في المقاومه على المكعب اللي هو ال 40، وبالتالي هيطلع نتيجها اللي هو 32 ام بي اي. ولكن هنا في الجذر التربيعي يعني اقول له قص نص وبالتالي اقفل واقول له انتر، فتيجي تبص تلاقي حسب لك المودولس اوف الاستيستي بناء على القانون دوت طبقا للكود الامريكي بناء على مقاومة الخرسانة اللي انت هتستخدمها. تمام، هتسيب البوسون ريشيو زي ما هي، الكوفيشن اوف ثيرمال اكسبانشن زي ما هي برضو، وبالتالي ندخل على السبيسيفاي كونكريت كومبريسيف سترينث اللي هي الاف داش سي اللي قلنا اللي هي عباره عن 8/10 مضروبه في ال 40 ام بي اي. تمام، واقول له انتر، ولكن ديت هنضربها في 100 عشان احولها لطن على السكوير متر، مش ما تكونش بالام بي اي لان انا شغال اوريدي بالوحدات اللي هو الطن بالمتر، واقول له اوكي اوكي تمام. اروح بقى عشان ابدا ارسم الحيط نفسه، اقول له ديفاين كوردينيت سيستم، اقول له موديفاي، ابدا اقول له والله انا هاخد شريحه عرضها 1 متر من الحيط بنفس الارتفاعات اللي عندي ديت، فيبقى انا عندي في الاكس 2 جريد اقول له دوت A وعندي B، عندي على الاوردينيت بتاعتها الصفر وعندي على الواحد. تمام، اجي اقول له بقى عندي في الواي ما فيش، عندي في الزد اللي هو الارتفاعات الليفلز اللي عندي هنا بالظبط اللي هو 4 4 ونص 5. تمام، فانا هقول له يعني عندي 4 مستويات، ادا 1 عندي 2 عندي 3 عندي 4. الليفل اقول له عندي عند الصفر، عندي عند الاربعة، عندي عند التمانية ونص، عندي عند التلاتاشر ونص. ازاي جبت الارقام ديت؟ هي عبارة اول حاجة الليفل اللي هو الصفر هنا، بعد كده الليفل التاني عند الاربعة، بعد كده الليفل التاني التالت عند مجموع دولت اللي هو التمانية ونص، بعد كده الليفل الرابع اللي هو مجموع دولت لحد هنا اللي هو هيديك ال 13 ونص. تمام، يبقى اوكي انا حسبت دولت. تمام، عشان تاكد ممكن تاكد على المسافات ما يبقاش كوردينيت، ممكن تضغط سبيسنج يبدا يجيب لك المسافات ما بين الجريدات، اهو الاربعه الاربعه ونص وعندك الخمسه وبتقفل بصفر. تصغر هنا حجم البابل سايز شويه، خليه الواحد. تمام، واقول له اوكي اوكي، اضغط على الاكس زد عشان يبان معايا هي ديت شريحة الحيط وهو ده البابل سايز قدامي اهو، تصغرها شوية. تمام، يبقى انا رسمت الجريدات للمبنى اللي انا هبدأ اشتغل عليها. اقول له والله انا هبدأ بعد كده اعرف الحيط نفسه، اقول له define section properties، اقول له area section، واقول له add new section، واقول له والله انا عندي basement wall دخانة سي 300 mm اللي هو 30 سنتي، واقول له بوينت 3 وهنا سيكنس بوينت 3، واجي هنا اغير ايه الماتيريال خلاص اوكي كونكريت. اجي عند السيت موديفاير، تيجي تقول لي طب انا هغيرها ليه؟ اقول لك بوينت هنا الاول الام 1 1 اخليها بوينت 2 5، وهنا بوينت 2 5، وهنا بوينت 2 5، واقول لك اوكي. بغيرها ليه بقى؟ ان انا هنا بعد ما بأثر على الحيط بالأحمال بتاعتي بيحصل له deformation، الديفورميت شيب بتاعه بيكون بالشكل ده كده. فأنا كمستخدم للمبنى نفسه لما أدخل وأبص على الحيط كده من جوه في البيزمنت وأحس إنه مايل أو في حاجة، لأن مش كل الناس اللي هتدخل المبنى هتكون مهندسين، ففي عندي حاجة لازم بشيك عليها بنقول عليها اللي هو السيرفيزابيليتي للمبنى نفسه. يعني مش شرط إن المبنى يكون سيف، ولكن كمان يكون اللي داخل المبنى يكون مرتاح، لأنه ما هوش مهندس يقدر يقول لك والله إذا كان سيف أو لأ. فبالتالي لازم أشيك على سهم الانحناء اللي هيحصل للحيط دوت، هل هو ضمن الحدود الألاوبل ولا لأ، عشان يكون المبنى سيف كمان. تمام، نتيجة طبعا اللي هي الأحمال الواقعة
عليه. فبالتالي انا غيرت السيت موديفاير للام 11 والام 22 والام 12 بالقيم ديت عشان لما اجي اعمل حاله الكومباينيشن واحسب منها الديفليكشن يدي لي التوتال ديفليكشن، يكون هو اللي ناتج عن الحيط. طيب انا عرفت سمكه الحيط، عرفت الجريدات، وبالتالي ابدا ايه ارسم الحيط نفسه، واجي هنا على اللي هو كويك درو اريا، تمام. اتاكد هنا ان السكشن هو نفس السكشن بتاعي اللي انا عايز ارسمه اللي هو البيزمنت وول ال 30 مللي ال 30 سنتي، واجي اضغط هنا في اي نقطه هنا رسم الحيط هنا وهنا وهنا. كده انا رسمت الحيط بتاعي. فاضل ايه؟ فاضل ان انا ارسم السبورت اللي مأثره على الحيط هنا. لو انا جيت عملت كده وقلت هنا اساين، لان انا عندي دي فيكسد، واقول له جوينت ريسترينت، وقلت له فيكسد، واقول له اوكي والله عمل لي الفيكسد هنا. بعد كده بقيت الجوينت الثانيه هنا وعند الليفل الثاني وعند الليفل ده كمان، واقول له اساين جوينت ريسترينت، واقول له المكان هنا هنجد، واقول له اوكي. يبقى هو عمل رسم لي نفس الاستاتيكال سيستم اللي انا عملته هنا بالظبط. تمام، يعني انت رسمت الاستاتيكال سيستم؟ اه تمام اوكي خلاص. يبقى باقي لك ايه؟ ان انت تضيف الاحمال. طب قبل ما تضيف الاحمال لازم تعرف له ايه الاحمال اللي موجوده عندك في المبنى من الاساس. فبتقول له ديفاين، وتقول له والله انا عندي لود باترن، ايه هي الاحمال اللي موجوده عندك؟ عندي الديد لود اللي هو وزن المبنى نفسه، عندي ايرث بريشر، واقول له ان هي اذر، واقول له اد نيو باترن، وعندي ووتر بريشر واذر، واقول له اد نيو باترن، واقول له عندي سيرتشارج، واقول له اذر، واقول له اد نيو باتر، واقول له اوكي، وهي ديت الاحمال اللي مأثره عندي. تمام. طيب ماشي. انا بقى بدخل الاحمال ازاي على الحيط؟ امثله ازاي كحمل مثلث جاي طبقا ما احنا راسمينه هنا بالظبط كده. تمام. ف بالاول بالطريقة التقليدية العادية عشان نعرف البي 1 اللي هو الناتج عن اللايف لود، تمام، السريتشارج، انا هم قايل له معلم الاريا كده عادي، تمام، واقول له لو جينا عملنا 3 دي عشان يبقى واضح معانا تشوفوا الاكسات، انا هقول له الحيط فين؟ في الاكس زد بلان، تمام، والحمل اللي بأثر عليها في اتجاه الواي. فانا لما هاجي اعمل الحمل ده اقول له assign area load، واقول له uniform، واقوم قايل له ايه؟ اقول له والله الحاله ديت عباره عن surcharge، اللود قيمته 0.33، ولكن مأثر فين؟ مأثر في اتجاه الواي، تمام، واقول له اوكي. فبالتالي هو ضاف لي الحمل اللي هو السيرت شارج على كل الاريا، لان كله متساوي، لان هو اوريدي ماشي متساوي على ايه؟ على ارتفاع الحيط بالكامل. نبدا بقى ندخل في الحاجه الاهم واللي فيها فكره شويه واللي لازم تركزوا معانا فيها، اللي هي ان انت ازاي تدخل حمل المثلث دوت على الحيط. فانا هعمل على الاكس زد بلان تاني، ونبدا ندخل الحمل الاولاني دوت اللي هو في المستويين الاولانيين، تمام. فاقوم انا جاي عامل ازاي؟ ان انت لازم عندك حاجه اسمها جوينت باترن. جوينت باترن لازم تعرفه، تقول له ان الحمل ازاي بيتغير، ازاي بيتغير ازاي على الجوينت ديت، وبناء عليها بتبدا تعكس الحمل اللي موجود على الجوينت دوت، تحجزه تعكسه على الاريا. طب ازاي؟ بقول له والله ان انا عندي زيرو، هنشوفها مع بعض، معلم اللي هم الجوينت ديت، تمام. هقول له انا لازم عندي ديفاين باترن، لازم اعرفها، عندي ديفاين جوينت باترن، اقول له انا عندي ووتر بريشر ده باترن، وعندي ايرث بريشر ده باترن تاني. يبقى انت عندك اتنين باترن مأثرين عندك، اللي هم ايه؟ الايرث بريشر، اه، واحد ناتج عن الووتر بريشر، تمام، واقول له اوكي. انا زي ما قلنا كده هنا منسوب الووتر تيبل، فانا خدت المثلث دوت كل واحد، ابدا عند الجوينت ديت اعرفها بالجوينت باتر، اقول له assign جوينت باتر، تمام.
طيب انا عايز ادخل حمل ايه الاول، اللي هو الايرث بريشر اللي فوق الووتر تيبل، وبالتالي اختار الباتر نيم اللي هو الايرث بريشر اللي انا عرفته له قبل كده في الديفاين جوينت باترن. نيجي بقى في الموضوع الاهم واللي محتاج تركيز شويه، اللي هو الباترن فاليو. بمعنى ان انا عندي هنا بقول له ايه، بينتج عندي معادلتين، اللي هو الباترن فاليو البي اللي هو الباترن فاليو بيساوي الاي اكس زائد البي واي زائد السي زد زائد الدي، وعادة الاي اكس بتساوي 0 هي والبي واي. فتفضل عندي في المعادلة ان البي بتساوي السي زد زائد الدي، تمام. السي والدي دول كونستانت عندي، ودول المحتاجين اللي انا ادخلهم عندي في الساب عشان يفهم وازاي يرسم موضوع المثلث حمل المثلث دوت على الحيط. طب ايه الزد؟ الزد دوت الارتفاع نفسه، تمام. طب البي هو الضغط، بمعنى عشان ما يبقاش الكلام نظري، ات الزد بتساوي 12 ونص. هنا بس في خطأ بسيط، ان هو كان المفترض ات الزد ب 13 ونص، فاحنا هنكمل على كده بس في المثال دوت، ولكن هنطبقها على الساب صحيح ان شاء الله. اللي هو هنا 4 وهنا 4 ونص وهنا 5، يبقى هنا ايه 13 ونص. فبالتالي بقول له ات الزد بتساوي 13 ونص اللي هو الارتفاع ده، كان الضغط بكام؟ كان الضغط بصفر، يبقى حلو. انا قلت له هنا اهو ات الزد بتساوي 12 ونص، البي بتساوي 0. طب ايه ات الزد بتساوي 4 اللي هو هنا، تمام. كان البي بيساوي ايه؟ البي كان بيساوي بي 2، تمام. البي 2 اللي هي فين؟ اهي قيمتها اللي هي 5.643، اهي 5.643. وبالتالي لما اجي احل في المثال، اول حاجه لما اقول له ات الزد بتساوي 12 ونص، كنا قايلين ان البي بيساوي صفر، يبقى ادي الصفر بيساوي السي في الزد اللي هو ال 12 ونص زائد الدي، وبالتالي منها اقدر اقول ان الدي بتساوي سالب 12 ونص مضروبه في السي، وديت المعادله الاولانيه، تمام. بعد كده اقوم قايل له ات الزد بيساوي 4، كان البي بيساوي البي 2 اللي هي كانت 5.643، يعني بيساوي السي في الزد اللي هي الـ4 زائد الدي، ودي تعتبر المعادلة 2. لو انا جيت عوضت في المعادلة ديت بالقيمة بتاعت الدي اللي انا كنت جايبها هنا، تمام، عشان احل المعادلتين من بعض، وبالتالي يبقى معايا بالمنظر ده اللي هو 5.643 بيساوي سي مضروبة في 4 زائد الدي اللي انا عوضت بقيمتها اللي هي بماينس 12 ونص مضروبة في السي، ومنها هيبقى 5.643 بيساوي ماينس 8 ونص سي، ومنها اجيب السي بيساوي ماينس 0.664. وبرضك لما ارجع اعوض في المعادلة الاولانية بقيمة السي، يبقى انا حددت كمان قيمة الدي معايا، وطلعت اللي هو بتساوي 8.299. انا عملت شيت اكسل بسيط وان شاء الله هرفعه لكم مع الفيديو، بحيث يسهل عليك الموضوع ده ان انت ما تحلش المعادلات ديت مع بعضها. عبارة عن ايه؟ جوينت باترن كالكوليشن. البي هتساوي الزد في السي زائد الدي، تمام. انا هقول له خلينا نطبق في المثال بتاعنا عشان تأكد حتى على النتائج اللي طالعه، وتأكد على ان الشيت الاكسل نفسه مطابق للحل المانوال، تمام. هقول له لما كانت الزد ب 12 ونص كان البي بيساوي 0، حلو. يبقى انا اهو البي بيساوي 0 لما كانت الزد بتساوي 12 ونص، والدي دي الفاكتور بتاعها على طول المضروب فيها 1، فبالتالي يعني لما كان الزد بيساوي 12 ونص كانت البي بتساوي 0، لما كانت الزد بتساوي 4 كانت البي بتساوي البي 2 اللي هي 5.643، وبالتالي كانت السي بتساوي ايه؟ ماينس 0.663. نأكد هنا اهي ماينس 0.664، تمام، تقريب طبعا. الدي هيساوي 8.298 اللي هو 8.299 اللي هو التقريب طبعا، تمام. طيب ماشي، احنا شرحنا على المثال دوت، ولكن لما نيجي نعمل في البرنامج الساب هندخل باترن، ولكن صح بقى صحيح مش على الزد اللي كنا بنقول اخطأنا فيها. فبالتالي هستخدم ان الزد بتساوي 13 ونص، كان البي عندها بيساوي 0، فبالتالي لو انا قلت الزد عند ال 13 ونص
كانت بتساوي البي بتساوي زيرو، الزد عند الأربعة، ها لما كانت الزد بتساوي الأربعة كان البي 5.643، فبالتالي السي طلعت معايا ماينس 0.594 والدي طلعت 8.019. ننقل القيم دي فين؟ ننقل القيم دي تاني كونستانت سي وكونستانت دي، والاي والبي قلنا ان هما بصفار زي ما هو. فالسي كانت طالعه معانا كام؟ ماينس 594 ماينس 0.594، والدي كانت 8.019 8.019، ودوت قلنا اللي هو الايرث بريشر، واقول له اد واقول له اوكي. تعالى بقى قارن كده عشان تتاكد ان الباترن موجود على جون صح. هنا بزيرو عند منسوب 5 متر من فوق 2.97، عند 5 ايوه عند الليفل اللي هو 5.64 اللي هي كانت ايه عباره عن بي 2 معانا هنا في المثال اللي هو 5.64، فبالتالي كده الباترن للجوينت موجود مظبوط. حلو، تعالى واحنا هنا ان احنا نعمل ايه عشان نبقى خلصنا من الحمل ده، ان انا هعلم الاريا ديت تمام، واقول له والله اعكس بقى الجوينت باترن نفسها، اعكسها على الاريا، يعني اقول له خد الحمل اللي موجود على الاريا طبقا للجوينت باترن اللي موجود، فاقول له اساين اريا لود واقول له سيرفيس بريشر تمام. يقول لك اي حاله تحميل، اقول له والله انا عندي الايرث بريشر عايزها باي اليمنت ولا باي جوينت باترن، لا امال انا عامل جوينت باترن ليه، اقول له باي جوينت باترن تمام، اختار الباترن عندي واقول له اللي هو الايرث بريشر والمالتبلاير بواحد زي ما هي، واقول له اد واقول له اوكي. تعال اكد كده شوف، اعمل لك هنا اهو الضغط عندي اهوت، الارث نفسه عندي فوق الحمل بصفر، بدأ يزيد عند الجوينت الاولاني 2.97، بعد كده نزل تحت على 5.64، فبالتالي انت عكست الحمل على الاريا مظبوط ورسمته بطريقة المثلث تمام. حلو، تعالى بقى نرسم الحمل اللي هو ايه في اللي هو تحت الووتر تيبل على الحيط. فانا ارجع على الشيت بتاعي واقول له لما كانت الزد بتساوي زيرو كان البي طالع معانا بكام؟ كان لما كانت الزد بزيرو كان البي بتساوي بي 3، فبي 3 كانت بتساوي كام؟ 6.699 اللي هو هنا 6.699 تمام. طب لما كان الزد باربعه هنا اهي فوق كانت بتساوي ب 2، يبقى لما كانت الزد باربعه كانت بتساوي ب 2 يبقى خلاها زي ما هي، يبقى معناها الفاكتورز الجديده اللي هو السي والدي للمنطقه اللي تحت الووتر تيبل هي السي والدي ديت تمام؟ تمام. يعني اقوم جاي عامل جوينت باترن الاول هنا لان انا ما وصفتلهاش ديت جوينت باترن تمام؟ واقول له اساين جوينت باترن واقول له ايرث بريشر تمام؟ واقول له السي طالع بكام؟ ماينس 0.264 ماينس 0.264، وعندي الدي طالع بكام؟ 6.699 6.699 تمام؟ ما اقولوش اد ليه؟ لان في عندي الجوينت دي مشتركه ما يجمعهاش على بعض، فبقول له ريبليس واقول له اوكي. فبالتالي لو انت جيت بصيت تلاقي عمل لك هنا تحت الحمل طالع الجوينت بكام؟ 6.7 اللي هو زي ما هو هنا عندي هنا بالظبط، عندي بي 3 عندي فوق عندي بي 2 ثابته زي ما هي اللي هو ال 5.64، وبالتالي كده انا وصفت الحمل بالظبط على الجوينت ديت. فاضل ان انا في المنطقه ديت اللي هي تحت الوتر تيبل ان انا اعكس الجوينت باترن دوت، اعكسه على شريحه الحيط من هنا، يبقى اقول له اساين اريا لود واقول له سيرفيس بريشر واقول له ده ايرث بريشر كمان بالجوينت باترن، ولكن اقول له دوت ايرث بريشر تمام، واقول له ريبليس واقول له اوكي تمام. حلو، يبقى نيجي نتابع كده الحمل كان ماشي ازاي. ادا زيرو زاد هنا بقى 2.97، زاد هنا بقى 5.64، بقى هنا بقت 6.7، فبالتالي كده الحمل دخل معايا مظبوط هنا وتوصف على الحيط اللي هو حمل الحيط بالكامل. يبقى باقي عندي ايه؟ الحمل الاخير اللي هو
بي 4. تمام. طيب بي 4 بنفس الطريقة وبسهولة جدا. تمام اهو، هاجي هنا اعمل جوينت باترن لدول هنا اهو، لانهم اثر على الاربعة جوينت دول بس، واقول له اساين جوينت باترن، اقول له لا دي والله الباترن نيم هنا بقى اللي هو الوتر بريشر. تمام. طب السي والدي اجيبها ازاي؟ تمام، نرجع لما كانت الزد بصفر كان البي بتساوي 4. ازاي؟ اهي لما كانت الزد هنا بصفر، تمام، كانت الضغط بيساوي بي 4، البي 4 كانت بتساوي كام؟ 4 اهي. تمام. يبقى معناها ان عند الزد بصفر بتساوي 4. طب لما كان الزد بيساوي 4، لما كانت الزد بتساوي 4 كانت البي بتساوي 0. يبقى بالتالي هنا اقول له البي بتساوي، لما كانت الزد بتساوي 4 كانت البي بتساوي 0، وبالتالي يبقى قيمه السي طالعه معايا بسالب 1 وقيمه الدي طالعه ب 4. ارجع هنا تاني اقول له قيمه السي بسالب 1 والدي ب 4. تمام، سالب 1 و4. حلو. يبقى انا كده عملت الوتر بريشر، واقول له هنا اللي هو اد عادي مفيش مشاكل لانه ما كانش فيه حمل قبل كده ووتر بريشر، واقول له اوكي. تمام. هو عمل لك هنا ايه؟ قال لك هنا الوتر بريشر هنا بزيرو، ووصل لحد تحت بقى كام؟ ب 4. عشان نكبر القيم دي بس ممكن نعمل اوبشن واقول دايمنشن توليرانس، ونغير المينيمم جرافيك فونت سايز، خليه مثلا 7، واقول له اوكي زود معاك القيم تقدر ان انت تقرا. فبالتالي انت رسمنا الاستاتيكال سيستم، حطينا الثري تشارج، حطينا الايرث بريشر فوق الووتر تيبل، حطينا الايرث بريشر تحت الووتر تيبل، حطينا ضغط الميه اللي عندي على الحيط. تمام. تمام. يبقى انا عملت الحيط بالطريقه ديت، باقي عندي حاجه اللي هي ايه؟ ان انا عشان ازود دقه الشغل عندي، تمام، عايز في الاول في حاجه احنا نسيناها بس، ان انا اعكس ضغط الميه ده على الحيط في المنطقه دي. تمام. فاقول له اساين اريا لود سيرفيس بريشر، واقول له دوت الووتر بريشر. تمام. الجوينت باتر، واقول له اللي هي الووتر بريشر، واقول له الريبليس او اد عادي لان زي ما قلنا مفيش ووتر بريشر اتحط له قبل كده، واقول له اوكي. يبقى انا كده عملت ايه؟ عكست اهوت اللي هو حمل الايه؟ الووتر. خلاص موجود على ايه؟ على الوول. تمام. تمام. بعد كده عشان دقة الحل بس انا هبدأ اعمل حاجة بسيطة، اللي هي ايه؟ ان انا اعمل ايه؟ احاول اقلل عرض الشريحه اللي صممها عشان تبقى ايه؟ تبقى دقيقه اكتر في الحل. فبالتالي اعمل لها ديفايدد، همسك الاريا ديت وديت وديت، واقول له اديت اديت اريا ديفايدد اريا. تمام. اقول له ديفايدد اريا في اتجاه الاكس، اعملها لي 5 على اساس ان تبقى عرض الشريحه مثلا، لا خليها مثلا 4 تبقى عرض الشريحه 25 سنتي، وفي الواي بواحد، واقول له اوكي. هو قسمها لي هنا اهوت. بعد كده امسك دوت، ده كان ارتفاعه 5 متر، اقول له ايديت ديفايدد اريا. تمام. هنا في الاكس خليها 1 زي ما هي، وابدا هنا اقسمها، ده كان 5 متر، فبالتالي تبقى 20 جزء، يبقى كده مظبوط. بعد كده دوت كان 4.5، الايديت ديفايدد اريا عشان اخليها متقسمه القطع كل واحده 25 سنتي، فبالتالي ديت هتبقى 18. تمام. وبعد كده هنا اقول له ايديت، دي كانت 4 متر، اقول له ايديت ديفايدد اريا، واقول له ديت 16، واقول له اوكي. كده انا قسمت الحيط، ولكن في عندي انا لما كنت حاطط السبورت كان كنت حاطه في البدايه لان كان واخدها شريحه واحده، فبالتالي انا عايز اعمل افاكسد هنا كمان. فانا هعلم كده، اقول له اساين جوين ريستريند، واقول له دي فيكسد اوكي، ضاف لي الزياده هنا اهو. واجي عند الهنج التاني واللي فوقيه،
وفوق خالص هنا وقول له assign join restrain وقول له ده hinge وقول له اوكي. تمام كده انا عملت الحيط بتاعي. بعد كده اعمل define للكومباينيشن نفسه عندي. تمام اقول له define load combination واقول له add new combo واسميها بس service combination. تمام اللي هي الوركينج ستريس ميثود. تمام واقول له الاد للديد واد للايرث بريشر واد للسيرت شارج واد للووتر بريشر. تمام واقول له اوكي اوكي. تمام المرحله الجايه ان انا ابدا احل. اقول له الاناليسز سيت اناليسز اوبشن. ممكن حد يغلط ويقول لك ايه ان يوم جاي ضغط يقول لك والله انا الحيط بتاعي في الاكس زد بلان او ما يقول له اكس زد بلان ويبدا ويحل ويجي يبص يلاقي الديفليكشن مش محسوب او مش قادر يحسب اللي هو سهم الانحناء اللي ناتج نتيجه الاحمال اللي ضغطت على الحيط. ليه؟ لان الاحمال اللي ضغطت على الحيط فعملت سهم انحناء باتجاه الواي وانت قايل له اصلا انه يدرس لك بس في الاكس زد بلان فمش هيقدر ان هو يحسب لك اللي هو سهم الانحناء. وبالتالي لما تيجي تحسبها تقول له السبيس فريم تمام وتقول له اوكي تمام وتقول له ران. توقف حاله الموديل الافتراضيه من البرنامج وتقول له ران ناو. وبالتالي هيقول لك عايز تسيف فين. هقول مثلا لوور ريتيننج وول او بيزمنت وول واحد واقول له سيف. بدأ يحل. تمام لو انا جيت بقى قلت له ايه هات له والله حالة الديفليكشن نتيجة السيرفيس اللي انا قايل له عليها واقول له اوكي شوف ده شكل الحيط بتاعي نتيجة الاحمال اللي هو السيرفيس اللي هو مجموع الاحمال اللي هو الايرث بريشر والووتر بريشر والسيرت شارج. فانا لو جيت عملت الاكس زد ووقفت في اي نقطه هنا هيقول لك قيمه الديفليكشن او سهم الانحناء اللي جاي عندك كام. اليو 2 هو ده اللي عندي لان هو الضغط عندي هيبقى في اتجاه الواي. تمام فاليو 2 دوت طالع لك كام 0.0033 يعني معناها 3.3 من 10 مللي. بتزيد هنا لا هنا يبقى ذات اعلى قيمه. تمام تنزل في الباكيه اللي تحت هتلاقي هو على طول بيكون في وسط الباكيه. هنا بوينت او او 3 اللي هو 3 مللي هنا ده اقصى قيمه. هنا في الخمسة وده الطبيعي هنا لان الضغط هنا اكبر فجايب لك كام بوينت 41 بوينت او او 41 يعني 4 مللي 1 من 10. طب تقول لي انا اشيك عليها ازاي. تمام هنا هنا الديفليكشن طبقا للكود الامريكي بيقول لك ايه الروف اور الفلور. تمام تمام بيقول لك لو الاليمنت اللي انت بتشيك عليه ده متصل معاه حاجه ممكن دامجد يعني تتكسر او يحصل لها اي شيء يخليها تبوظ نتيجة اللارج ديفليكشن ده. تمام فانت بتاخد الالاو بالليمت بتاعك ال على 480 ده من التوتال ديفليكشن. تمام طيب لو كان العنصر ده مش مرتبط بيه حاجة ممكن تتأثر باللارج ديفليكشن يبقى انا هستخدم اللي هو ال L على 240. طب ازاي يعني ايه معنى كلمه اللارج ديفليكشن ان في حاجه تقدر تبوظ باللارج ديفليكشن. لو انت عندك مثلا كاميرا والكاميرا ديت انت حاطط عليها الكلادنج للمبنى الازاز والالومنيوم اللي بره تمام حصل ديفليكشن كبير الازاز مش هيقدر يتحمل دوت فهتلاقي على طول الازاز اتكسر والسيستم بتاعك باظ.
تمام، او اي اعمال تانية معمارية متصلة بالعناصر الانشائية اللي ممكن زي ما قلنا انها ممكن تبوظ نتيجة اللارج ديفليكشن. فبالتالي انا هاجي شيك اشيك على ايه؟ على ال ال على 240، تمام. فانا عندي هنا كنا قايلين هنقول ال ال كانت الباكيه اللي تحت ديت اللي فيها اللارج ديفليكشن كان جايب كام؟ كان ارتفاع 4000 ملي على 240، اقول له يساوي طلع لي 16.6 ملي، انا اللي طالع عندي 4 ملي و1 من 10، وبالتالي يبقى انا سهم الانحناء عندي في الحيط يكون ايه؟ يكون سهم. تمام. يبقى انا حليت شيكت اول حاجة على سهم الانحناء اللي عندي في الحيط، بعد كده عشان ابدأ اطلع الحدادة بتاعتي التسليح نفسه يبقى انا عايز ايه؟ العزوم المومنت نفسه، اقوم جاي ضاغط هنا تمام واقول له شيل، وهنا الكومباينيشن عندي اللي هو السيرفيس تمام، واقول له ام واحد واحد واقول له اوكي. ماشي، تعال بطريقة سهلة جدا وبسيطة، تعال بص هنا تحت شوف هيقول لك المينيمم عندي ماشي اللي هو ماينس 2.623 طن متر، وعندي الماكسيمم اللي هو النص، تمام. فبالتالي يعني معناها انت اقصى عزم عندك موجود قيمته 2.623. طب انت عايز تصمم القطاع بتاعك اللي عرضه 1 متر في سماكة 30 سنتي على العزم دوت، وتشوف اذا كان العزم دوت تمام ولا الحيط دوت كسماكة يقدر يشيله ولا محتاج انه يزيد، وكمان تطلع الحديد اللي انت هتستخدمه عليه. ففي عندي برنامج جميل جدا جدا يقدر يحسب لك الووتر كراك سيكشن، ويبدأ يحسب لك الكراك ويت قد ايه، ويشيك لك على المبنى بتاعك ويقول لك اذا كان القطاع بتاعك اذا كان سيف ولا ان سيف، اسمه اللي هو الار سي ام اي سي اي بيلدر. وربنا يجازي المهندس حسين رضا اللي قام ببرمجة البرنامج دوت، ممتاز جدا وانا بستخدمه على طول في التصميم. في عندي ادخل هنا فين بقى؟ هتلاقي على طول حاجه اسمها الكراكس، هتلاقيه موجود على فكره البرنامج ده موجود على النت، تقدر تنزله بسهوله جدا بمجرد السيرش، والاكتيفيشن بتاعه سهل وبسيط. الكراكس تضغط هنا على الكراكس فتح لك الشاشه دي، نملاها كده بسهوله جدا معانا. الاف داش سي اللي هو الكونكريت كومبريسيف سترينث زي ما قلنا كان على السلندر اللي هو كان ب 32 ام بي اي، الاف ييلد عندي 420 ام بي اي، المودولس اوف الاستيسيتي للحديد 2 × 10^5 ام بي اي هو حسبه موجود عندك، المودولس اوف الاستيسيتي للخرسانه وهو حسبه بنفس الطريقه اللي احنا كنا حاسبينها اهو، تمام. الدينستي اوف كونكريت واخدها لك اهو اللي هو 2.5 طن على الكيوبيك متر. نيجي بقى ايه على المدخلات بتاعتنا اللي احنا محتاجين ان احنا نعدلها، اللي هو السكشن ويتس اللي هو عرض الحيط اللي هو الالف ملي تمام، اللي هو الشريحه المتر اللي احنا كنا واخدينها، السكشن هايت اللي هو الاتش بتاعنا اللي هو هيبقى 300 ملي. حلو، نيجي بقى على اللي بعد كده، بيقول لك ايه التنشن ستيل، وتلاقي تنزل تحتيها تلاقي مكتوب كومبريشن ستيل، يعني معناها عايزك تقول الحديد اللي محطوط في جانب الشد من الحيط والحديد اللي انت هتفترضه لجانب الكومبريشن للحيط. فعلى افتراض انا هقول ان انا هسلح الحيط دوت 7 تمام، نمبر اوف ستيل بار هقول له 7، هحط 7 اتسيخ في المتر، الدايمتر اوف ستيل بار هقول له 16 تمام، واقول له الكفر تو سنتر اوف تنشن ستيل بار، الكفر قد ايه؟ اقوم قايل له ان هو 50 سنتي تمام، الكفر تو سنتر اوف كلوزد تنشن ستيل بار. بمعنى يعني ايه الفرق ما بين الاولانيه والثانيه؟ نيجي هنا، لو انت عندك التسليح موجود على صفين تمام، فالسي تي الاولانيه بتكون لحد اللي هو السنتر ما بين طبقتين الحديد، يعني من وش الخرسانه لحد السنتر ما بين صفين الحديد. طيب الكفر تو سنتر اوف كلوزد تنشن ستيل بار اللي هو الاي تي ده بيكون من وش الخرسانه لحد سنتر اول صف حديد. طب انا لو مستخدم اصلا صف حديد واحد، وده عاده اللي بيكون بنستخدم في جنب التنشن، بتكون شبكه حديد واحده، فبالتالي بيكون الاي تي بيساوي السي تي، وهو هنا السي تي 50 اللي هو الكفر، وهنا الاي تي 50.
طب السبيسنج بتوين البار من السنتر للسنتر يعني معناها، طيب انا عندي 7 في المتر يعني تقريبا 150 مللي ما بين السيخ والسيخ، تمام. نيجي هنا على منطقة الكومبريشن ستيل، انا عشان اجي انفذ ما انت في التصميم ما ينفعش يبقى كلامك نظري ان انت ما تراعيش التنفيذ في الموقع. انا لما باجي انفذ ببقى عايز اخلي الحديد اللي في الكومبريشن والحديد اللي في التنشن نفس العدد حتى لو اختلف القطر، عشان اقدر اثبت الطبقتين مع بعض وبركب اليوات اللي بتمسك الصفين مع بعض وكل شيء من الاكسسوارز اللي بتكون لازمه معاك عشان تحافظ على سماكه الحيط بالكامل. فبالتالي باجي هنا عند الكومبريشن ستيل، النمبر اوف ستيل بار هقول له مثلا ان هي 7، هقول له والله هستخدم نفس الحديد مثلا الدايمتر اوف ستيل بار هحط برضه 7 اسياخ في المتر، الكفر تو سنتر اوف كومبريشن اقول له 5 متر. هنا بقى قال لك ايه الابلايد فورس؟ قال لك الابلايد فليكشرال سيرفيس مومنت، عشان كده انا ما عملتش حاله للالتيميت لان انا محتاج بس في التصميم حاله السيرفيس بتاعتي. طب المومنت جاي كام؟ اقصى حاجه 2.623، يعني 2.623. انا عملتها لي كده لان الوحده هنا كيلو نيوتن بالمتر، كيلو نيوتن متر، تمام. فبالتالي ضربت في 10 فبقى 26.23، تمام. وده المومنت اللي مأثر عندي. نيجي على الجنب اليمين اللي موجود عندي هنا في الشاشه، الاكسبوجر كونديشن. انت الحيط بتاعك دوت انت مستخدمه في ايه؟ نوعية المنشأ نفسه، هل هو معرض لدراي اير ولا معرض لمويتشر اير اند وفيه السويل او هيوميديتي، فيه الكيميكال، فيه السي ووتر، فيه ووتر ريتيننج ستراكشر، ماشي، او يعني زي الخزانات او يوزر ديفاين او السدود او يوزر ديفاين بقى لو انت عايز تدخل حاله محدده. ليه بتختار انت دوت؟ لان بناء على الحاله اللي انت هتختارها هنا هيبدا يحدد لك الماكسيمم اللاوبل كراك ويدث. فلو انت اخترت هنا سويل اللي هو زي الحيط بتاعنا جاب لك الماكسيمم اللاوبل كراك ويدث، جابه لك 0.3 مللي. لو انت قلت له لا والله ده دوت حيط تانك ووتر ريتينج تانك، شوف قال لك ايه، ده بيساوي 0.1 مللي، 1 من 10 مللي هنا اهو، تمام. فانا عندي في الحاله بتاعتي هتكون السويل خلاص، مش محتاج انا حاجه هنا. بالنسبه لي هنا الحاله الالوبل ستيل تنشن، هل الحاله بتاعتي دوت هل ده وان واي ولا تو واي الحد بتاعي؟ فعاده ده بيكون طويل جدا فبيكون الحمل متوزع على وان واي نورمال وان واي، وعندي ده ايه سيفير انفيرومنتال اكسبوجر، ده لما يكون عندك مثلا حاجه كيميكال او ووتر او ووتر تانك فباخد السيفير، واذا كان بتختار اذا كان وان واي او تو واي. فانا هنا في الحاله بتاعتي هي نورمال واقول له وان واي ممبر، تمام، بس كده وخلاص. وبعد كده مش محتاج اكتر من ان انا اقول له كالكوليت. قال لي ايه؟ عمل لك اللي تشيكات بالكامل، قال لك الوتر اسمه الويتس اوف كراك بتاعك طالع 0.102 مللي، اقل من 3 من 10 يبقى بالنسبه لك الكراك ويتس اوكي، تمام. بدا يشيك لك على الاستريس اللي واقع على الستيل، اه تمام اوكي، شيك لك في الكومبريشن وشيك لك في المسافه وشيك لك على البوند، وبالتالي يبقى معناها ان 7.16 بالنسبه لي على نفس القطع ونفس التخانه ديت فهي سيف وتمام. طيب تعالى كده نعمل حركه بسيطه جدا، لو كان الحيط دوت كان ووتر تانك مثلا وجيت انا غيرت دوت خليته ووتر ريتيننج ستراكشر وقلت له كالكوليت، بص الناتج قال لك ايه؟ قال لك والله لا خلي بالك ده الكراك ويتس عندك 0.102 مللي اكبر من الالاوبل نفسه، نوت اوكي. فبالتالي في الحاله ديت قدامك طريقتين عشان تخلي الحيط بتاعك سيف، يا اما تزود السكشن هايت اللي هو ال30 دوت تزوده، يا اما تزود الستيل بار عدد الاسياخ. فعلى افتراض لو انا جيت هنا خليت دوت 8 16 وخليت ده 8 وقلت له كالكوليت،
قال لك يا سلام عليك، قال لك انت كده سيف، تمام؟ يبقى انت كده سيفت الحيط عندك، وبالتالي يبقى انت الحيط بتاعتك تخانته سيكشن هاي 30 سنتي، هتستخدم له 8 فاي 16 في التنشن و8 فاي 16 في الكومبريشن. الكراك ويدث بتاعك 8 من 100 ملي، اقل من 1 من 10 الملي، وبالتالي اوكي. والاستريز على في منطقة التنشن وفي الكومبريشن، تمام. وبالتالي كده انت قدرت تصمم الريتيننج وول وشيكت عليه كووتر كراك سيكشن، وتقدر تحل بنفس الطريقة الووتر تانك واي حيط تقدر تحله ان شاء الله بنفس الطريقة ديت. اتمنى ان نكون قدرنا ان احنا نفيد بعض ونراجع التصميم مع بعض، وما تنسوناش من صالح الدعاء، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله.